ربنا يخليك. يعني بنتكلم انا والاستاذ عصام شلتوت طبعا، يعني بنتكلم عن البروتوكول اللي وقع النهارده مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، وحاجه بصراحه مفرحانه جدا انا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام، حاجه بصراحه مفخره. النادي الاهلي والاستاذ عصام اتكلم، لو حضرتك متابع الحوار، حاجه كبيره جدا وحاجه حلوه جدا. عايز تعليق من حضرتك يعني، او اختصارا كده للي حصل النهارده، وتعليق حضرتك على هذا البروتوكول. اولا بس اسلم على المهندس الاستاذ عصام شلتوت. طبعا مساء الخير يا استاذ عصام. ست العميد ازاي حضرتك؟ حلو المهندس دي، لايقه على اليوم على فكره. مهندس برضه. ايوه لا انا مقدر ما لايقه على اليوم، انت النهارده في جولات اكيد مع الهندسه ومع الاهلي الهندسيه طبعا. اه والله. فيعني ده بيثبت ان انت كابناء الاهلي دائما عايش الموضوع بوجدانك. ربنا معاك يا ست العميد، ربنا معاك. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك. لا هو طبعا النهارده الحمد لله يعني ده توقيع البروتوكول عشان خاطر باذن الله هيبقى في مؤتمر كبير ان شاء الله هيتعلن فيه عن كل المشروعات اللي النادي هيشتغل فيها الفتره اللي جايه على مستوى الثلاث فروع. طبعا انت عارف حضرتك ان البرنامج بتاع كابتن الخطيب لمجلس الاداره كان برنامج فيه مش هقول وعود، لا هو كان برنامج منظم خاص بالناحيه الاجتماعيه وبالناحيه الانشائيه وخاص بالمؤسسات الخيريه وازاي احنا هنخدم المجتمع الفتره اللي جايه. فطبعا الكابتن خطيب بيقول الكلام ده الفتره اللي جايه ان شاء الله. في كلمتين وقعوا مننا يا ست العميد، استاذنك بس تعيد الجمله اللي فاتت لان كان الصوت راح. احنا عندنا برنامج زمني الكابتن خطيب كان عامله في البرنامج الانتخابي بتاعه. تمام. وهو مصمم هو مجلس الاداره اللي احنا ملتزمين بالبرنامج دوت من بدايه من اعضاء مجلس الاداره للاداره التنفيذيه. اكيد هيبتدي الاعضاء هيبتدوا يحسوا بالكلام ده الفتره اللي جايه. طبعا احنا عندنا مجموعه من المشروعات ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه واحنا ملتزمين بوقت معين. فطبعا كان يعني اكتر حاجه على مستوى الدوله النهارده هتلتزم بالمواعيد بتاعتها الجهاز المشروعات للقوات المسلحه. اكيد. فاحنا النهارده مدينا البروتوكول تمهيدا عشان خاطر في نص فبراير هيبقى في مؤتمر صحفي كبير جدا هنعلن فيه على المشروعات وهتمضي العقود الفتره القادمه ان شاء الله ونبدا بقى نشتغل لان في جدول على نهايه السنه هنخلص من المرحله الاولى وبعد كده السنه اللي الثانيه ان شاء الله هيبقى في المرحله الثانيه ليها. مش عايز اقول مش عايز اخد في التفاصيل عشان احنا يعني كل حاجه هتبقى في وقتها. ففي المؤتمر ده الناس هتشوف المفاجاه وهنعلن عن كل المشاريع اللي هتتعمل ان شاء الله باذن الله. هو انا نفسي طبعا اعرف المفاجات ايه اللي محضرينها للجماهير، لكن انا برضو اخلينا في حته التشويق دي واسيب المفاجات في وقتها. كمان مش هيحصل ده كويس يعني ست عميد قال لنا الخطوط الرئيسيه عشان دي يعني قناه عائله الاهلي طبعا، لكن احنا بنزكي احنا بنزكي العمل بالطريقه دي. ربنا يوفقكم طبعا، وانتوا بقى ابطال يعني الاداره التنفيذيه اللي هيبقى عليكم يعني فعلا كل اللود. بس انا ما اعلم ان انتم موافقين اساسا على العمل 24 ساعه كل يوم 36 يوم في الشهر. والله يا استاذ عصام هو انت في الاول وفي الاخر انت قاعد في بيتنا وده البيت العيله طبعًا. الكبيره بيت النادي الاهلي، فانت هنروح فين؟ ما احنا قاعدين وفي نفس الوقت الحمد لله بنحاول نعمل حاجه لينا ولاولادنا وللنادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي اللي منتظرين الكثير من كابتن خطيب. فربنا يسهل ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس باذن الله يعني ان شاء الله. فهم. اخبار معرض الكتاب ايه يا ست العميد؟ لا والله النهارده كان برضه لقاء جميل جدا، كانت ندوه للكابتن الخطيب في معرض الكتاب مع مجموعه من الشباب وعلاقه الرياضه والثقافه ودور الرياضه في تنميه المجتمع ودور الرياضه في تنميه الشباب. فالكابتن الخطيب عمل ندوه كويسه جدا، كان الكابتن الخطيب موجود هو اللي بيدير الندوه، وكان معانا الكابتن عمرو فاروق وكان معانا الاستاذ طارق انبيل واداره الندوه بشكل محترم جدا. وفي اسئله توجهت من مجموعه من الشباب ممتازه جدا، اصغر طفل كان عنده 10 سنين النهارده وجه سؤال لكابتن الخطيب يعني نفسنا نشوف النادي الاهلي موجود في 27 محافظه. الله. النادي الاهلي هيقدم ايه للمحافظات؟ وده كان برضو لو حضرتك تبقى عارف من ضمن البرنامج اللي احنا يبقى عندنا مراكز بالزبط. بالزبط. للنادي الاهلي في كل المحافظات. يعني حتى احنا كلنا حيينا اصغر طفل وافضل سؤال بصراحه. فده دور بقى كان دور الثقافه والرياضه وازاي احنا النادي الاهلي هيبقى ليه دور في تنميه الشباب وازاي يبقى ليه دور فعال في المجتمع وفي المؤسسات على كافه المستويات ان شاء الله باذن الله. اكيد ان شاء الله. وده دور النادي الاهلي، والنادي الاهلي مطلوب منه اكتر من كده كمان. سياده العميد محمد مرجان مدير التنفيذي النادي الاهلي نورتني وشرفتني واهلا وسهلا.